هلا هلا، والحوش والبيت ممتلئ. مشتاقة لكم يا قمر، وعدتكم البارحة انه نقعد نسولف وندردش واجاوب على اسئلتكم. اوكي، اسئلتكم المتكررة اللي انتم ما عندكم قابلية ولا قرصاغ مثلي، تكررون السؤال 100 مرة بس تردون الجواب. بس قلت لكم حجاوبكم على هواية اسئلة. مثلا يعني اول سؤال حكينا على عمليات خشمك بعض. احكي لكم على خشمي، يعني من 10 أيام تقريبا مختفية، لأن أنا كل بداية موسم الصرع بدي جيوب أنفية. يعني تذكرون العام وأول العام نفس المعاناة اللي كنت أعاني منها. وعلى فكرة أنا سويتها قبل سنتين، أوكي، ورجعت لأن ظاهر مالها حل الجيوب، وكل جدا مزعجة. يعني اللي عنده جيوب أنفية حيعرف الموضوع. المهم سويتها مرة ثانية وما ضم عليكم. المهم قلت له دكتورة بضربك أقرص لي خشم زين يعني، فقلت له دكتور قرطم لي الخشم وياك. شنو أنا من جبت هاي الفراخة؟ والله العظيم خشمي ما أدري ليش كبر. تتذكرون خشمي مسقولة؟ شنو هاي الدنيا؟ يعني جسمي رجع طبيعي ورا ما جبت ناي. خشمي يعني مؤهل أسجل للمدرسة فعليا، إنه قام يكبر يعني بصورة مو طبيعية. معقولة جيوب الأنفية ممكن تكبر الخشم؟ ما أدري. المهم كان شوية هما تنزعجني، قولوا وذرنا الخشم، وذرنا. السؤال وين سويتي وشنو الإجراءات؟ أنا ما راح أقدر أقول لكم وين سويته، ليش؟ لأنه تحديدا بالطب أنا مستحيل أسوي إعلان أو أروج عن شيء إذا ما أكون ضامنة ومتأكدة إنه هذا 100% زين. فخلنا ننتظر النتائج، بعدنا بيها بالبداية. إن شفنا الأمور طيبة وحلوة راح أحكي لكم كل التفاصيل من الدكتور وكذا، وهاي هو شاطر الله يعطيه العافية. فصبروا صبر لان ما اقدر انه متاكده انه هذا 100% زين. فخلنا ننتظر النتائج، بعدنا بيها بالبدايه. ان شفنا الامور طيبه وحلوه راح احكي لكم كل التفاصيل من الدكتور وكذا، وهاي هو شاطر الله يعطيه العافيه. فصبروا صبر لان ما اقدر اورطكم هسه واقول لكم اي دكتور انتظر خلينا نشوف النتائج. صبروا اني كبش فداء اني بالبدايه، مترحن قبل ادري قبل ترحل له هسه سوينا خشمنا. صبرا كيكاتي خلينا نشوف النتيجة وبعدين أقول لكم. حلو كملنا من هذا الموضوع. السؤال الثاني اللي متكرر كل شوية ما أعرف ليش من برح اليوم، شلون ضعفتي؟ باعوا أني بطبيعة الحال جسمي مو سمين، يعني أني ناعمة أوكي. فورا ما جبت ناي دايركت الأمور رجعت طبيعة، هالهرمونات رجعت. يعني لازم المرأة تفش أوردي، يعني ماكو أي مشكلة إلا إذا كان عندها خلل بالهرمونات أو عندها خلل بنقص فيتامين معين مسبب لها زيادة بالوزن أو توقف الوزن يكون واقف، يعني ما ينزل ولا يصعد. فأني كل شيء ما سويت، لا سويت دايت، الله وكيلكم أخضر يابس أسحق، ولا حتى مرات هذا باع الستاند باع الحركات شلون مضبطتها صايرة قديرة أني. المهم قبل ما انتقل للسؤال الثالث اللي أيضا تكرر هواي وهو بسيط كلش، راح تسألوني وين سويتي قبل سنتين الشفط. أني أرشح لكم يعني اللي واقع من عندهم اثنين، محمد العقيدي وحيدر الخزرجي وحيدر الزبيدي، ثلاثة حيدر الزبيدي حيدر الخزرجي ومحمد العقيدي، ثلاثتهم كل سنين بالشفط. أوكي حلو، فهذا انتهينا من سؤال اللي هو قصة شعري. يفدوا أروح لهم آني حابيها عمري أنتو. قصة شعري علوقة صالون رنا، همتين إذا حبيتوا تقصون شعركم أو فد شي. شغلهم حلو، وشعري أصلا عايفته لا كوكيز ولا اكستنشن ولا فد شي. هاي الشهر صار لي دا أهتم بيه. وقولوا وياي الصبغ لون الشعر، حتى ما أنسى لون شعرك وين لون شعري يا بعد بيتي. حنة اي فلون شعري هو حنه، مدى استخدم اي اصباغ ومواد كيماويه على الشعر تاركه حلف الدين. ولونها كلش حلو، هسه عليكم حاول الاناره ما ادري اذا هيك احلى، ما ادري اوكي يمكن هيك احلى، لا ما ادري لا ذاك احلى. اي فلونها كلش حلو صحيه، داخبط وياها شغلات يعني السدر ودباغ ومايونيز وزيوت جوز الهند زيت الحيه، اي زيت انت تحبي حطي ويا الحنة وانتهى الموضوع، انتهينا خلاص. بعد لا تشوفوني أصبغ شعري ولا تشوفوني يا ويلي إذا بعد قدامكم صبغت شعري، لو حطيت كوكيز لو حطيت الكستنشن، بس دخلولي قلولي ها ها، بس قلولي ها
أنا هاي الكلمة تستفزني. أوكي هاي وعد قدامكم يعني هاي السنة يمكن سنة إيه لا وعد. هو وعدي بس مو كلش وعد. السؤال الأخير اللي هو حبيباتي حواجبي مشيشة شيشة كلش شاطرة كلش كلش شاطرة يعني رقم واحد بالتاتو هم نحط لكم هسه حسابها إذا احتاجيتوها زين. داري إنارة حلوة أنا هاي هاي ساعاتيت ما يحطون يومهم ترى ريموند هاي ليش جايبي لي ريموند هاي صح خلصناها ما نصير مثقفين أبد. طيب يا حلوات نرجع للشعر شلون دا اهتم بشعري هاي الفترة. شوفوا طرق هواية طبعا تقدرين كلش سهلة وبالبيت تستخدميها. راح اقولكم شيء هو مو جديد عليكم ابدا النانو بروتين هذا غني عن التعريف ما يحتاج احكي عنه موجود باغلب الصالونات مسرح من الطراز الاول للي شعرها مجعد ينطيش نتائج لوز وجوز تخبل وللي شعرها ناعم مثلي تخليه بس كمعالج وينطي نعومة بسيطة للشعر. شوفوا هذا اللي اكثر من مرة اني روجت عنه وانقطع اصلا بالسوق لانه هالقد ما اقبال عليه وكثير من البنات روجوا عنه شفتهم كلش كلش زين يعني هذا مضمون اني ضامنته. سووا الشركة اللواتي سووا هذا الميني الصغير ليش يقول لك مثلا البنية ايش دعوة هذا ايش تسوي بيه بالبيت تستخدمه مثلا هي وخالتها وعمتها وسهال وابتهال ولمة وتعشيك ودري شركة سووا قالوا لك انه احنا هذا مسويه على استخدام واحد مثلا بنية تستخدمه اوفر هواية عليها يعني ويبقى عندها كلش هواية سووا قصطوا للموضوع سوونا هذا الميني استخدام الاتش اوكي تبقين عليه حتى تستمرين تعرفين وين وصلتي بشعرك وراح تاخذين نتائج كلش حلوه. هاي خطوه حلوه انه سوينا هذا الصغير لانه هذا صراحه ما صالونات ما حتى شكله كبير ومو انه حلو وياك وبنات ما يحبون يروحون صالونات بصراحه يحبون يسوون مسرح ومعالج وشسوار وميك اب بالبيت. فاللي بالبيت ومهتمه بنفسها وتحب دائما تسوي تسريح شعرها وايضا تسوي نتائج حلوه يعني البروتين والتريتمنت والشعر هذا المي الزبده تستخدم النانو بروتين وهذا خيار جيد لانه سووه اصغر وانسب بنفس الوقت حلو. مواده كلها طبيعيه 100% بمجموعه زيوت رهيبه على الشعر لونه ازرق لا والله مواد طبيعية كلها 100% بمجموعة زيوت كلش حلوة راح تكون على شعرك حتى ما راح تستخدمي الشسوار بعدها يعني أنا ضد الشسوار إذا ماكو طلعة مهمة بصراحة يعني ضد الحرارة تكون على الشعر هذا إذا تستخدميه حتى الشسوار بعد ما تحتاجي لأنه حيعطيك نتائج واو نتائج خرافية. واكو بنات مثل ما قلت لكم هواية يحبون يعتنون بنفسهم بالبيت وعلى فكرة هذا أصرف لك بالبيت من تروحين صالون وتسوين معالج ومسرح وما يراد لك شيء تخليه ساعة على شعرك وبعد الساعة تغسليه تسحبين شعرك بالكاوية 6 مرات 10 مرات على حسب طبيعة الشعر. أكو شعراية ناعمة ما يحتاج لها بس ضخة وأكو شعراية تكون خشنة ومجعدة لا هاي تلحين عليه تلحين هواية عليه راح يطيش نتائج كلش حلوة وراح أقول لكم وين يبيعوه حط لكم أماكن المبيعات وما يحتاج تقولون وصيت لكم خصم يا حلوات. أهم فقرة يا حلوة لا تنسين قبل لا تشترين النانو تستخدمين اسمي حتى يجيك خصم إذا فكر بي تناني مستحيل ما أسوي لكم خصم فاستخدموا اسمي حتى يجيكم خصم حلو حار ورخيص ومقسب ونتائج حلوة نلاقيها سأحط لكم أماكن المبيعات واستمتعوا يا حلوات. قمري يسألون عليك شنو هالظهور الجميل يسألون عليك والله حبي هم اللي يسألون عليك مو يسألون عليك وين أبوناي قلت لهم راح أجيب حفاضات وحليب سود عليك ظهري الحين أبغى عشان محدد أقدر أستأذن يعني أعتقد جاوبت على معظم الأسئلة كل استمتعت وياكم وقت حلو قضيته إن شاء الله نعيدها بين فترة وفترة هاي الأسئلة ولا تتوقعون ما أجاوب على أي سؤال مستحيل أقصر وإنما هواية مسجات فأني أحاول أجمع هواية ونسويهم فيديو واحد. كونوا بسلام يومكم حلو يومكم طيب استمتعوا إن شاء الله يا ربي نتواصل وأي سؤال تبدون تسألوا عيوني لكم حبيباتي.